معايا عبر الهاتف الآن مداخلة مهمة جدا بخصوص بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال. معايا الأستاذ سهيل العريفي مدير الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي. يا فندم مشرف ومنور. الشرف لي، الله يحفظك، أمسي عليك وعلى جمهورك ومتابعينك وعلى العاملين في القناة، وشكرا لاستضافتك الكريمة أخي الكريم. أنا بصراحة بداية كده هبعد عن الحاجات التقليدية وعايز أشكرك بالنيابة عني وعن زملائي وعن الجماهير المصرية على التنظيم الرائع دائما لأي فعاليات مصرية تقام في مدينة أبو ظبي. ده شرف لينا وشرف أكيد، ونفرح بوجودكم، والشكر لكم على قبول الدعوة أن أنتم تشرفونا في بلدكم. ده شرف كبير لينا. قول لي يا فندم بداية كده، بطولة سوبر الأبطال في نسختها الأولى أو بشكلها الجديد، هل بالنسبة لكم ظهرت ناجحة؟ هل شايف أنه البطولة لها قيمة بنظامها الجديد؟ دايما كنتوا تستضيفون بطولة السوبر من مباراة واحدة، الآن تستضيفوا أربع مباريات. بداية كده بعد الدور نصف النهائي شايفين أنها أتت بثمارها وظهرت بشكل ناجح؟ أكيد، يعني هي اليوم استضافة البطولات في أبو ظبي لها معايير خاصة من أجلها تتم استضافة البطولات، وأهم ما يميزها أن أنت اليوم تستضيف دول أو تستضيف جمهور من خارج الدولة، وتعتبر تعاقد سياحي أولا وأخيرا، هذا في البطولات العادية، وكلها ترويج وصدى إعلامي وعوائد إعلامية للبلد المستضيف وللفرق. لكن بالنسبة لجمهورية مصر، هو أولا فيها مكاسب كثيرة. أولا احنا نفرح بكم ان انتم تكونوا موجودين عندنا أطول فترة ممكنة، فاليوم السوبر بدل ما يكون 3 أيام أصبح اليوم على مدار 8 أيام، وفي فرق اجت مثل سيراميكا عسكروا من بدري من 10 أيام أو أكثر، بعد يمكن 13 يوم عسكريين. هذه الأشياء بالنسبة لنا هي الهدف الرئيسي. صحيح. اليوم لما تشوف أندية إضافية، احنا مش عودين دائما على أن يكون طرفين فقط، اليوم في 4 أندية، اليوم الجمهور في الخليج تعرف على سيراميكا وتعرف على فيوتشر اللي هو كان من أول مرة يشوفونه أمامهم، اليوم في الخليج يلعب ويقدم مباريات بشكلهم الجديد. ربما بيراميدز هو كان موجود في النسخة السابقة، والنادي الأهلي موجود من أول نسخة إلى اليوم، فبالتالي والزمالك كان موجود في النسخ السابقة بشكل كبير، فبالتالي اليوم أنت اليوم يتعرفون على أندية بشكلها الجديد، واليوم أصبحت فيها إثارة أكثر. اليوم الفريق الفائز ينتظر مباراة نهائية، فأصبحت لها طابع إثارة من ناحية الكروية ومن ناحية التنافسية. صحيح. هل كنت تتمنى حضور جماهيري أكبر في بعض المباريات؟ يعني طبيعي مباراة الأهلي بيبقى فيها حضور جماهيري، باقي المباريات ممكن حضور الجماهيري أقل، كنت تتمنى حضور جماهيري أكبر؟ ما في شك، اليوم احنا كان المتوقع ان الحضور الجماهيري يكون اكبر بحكم جماهيريه الفرق الموجوده، خصوصا النادي الاهلي ان قادم من كاس العالم للانديه، قادم بالبرونزيه، لكن يمكن بسبب الضغط الموجود من بطوله الى اخرى، الجمهور يمكن تابع كاس العالم وانتظر حتى يصل فريقه الى النهائي، فاليوم وفي حته الضمان ان الفريق راح يوصل الى النهائي، فان شاء الله احنا ننتظرهم ان شاء الله في المباراه النهائيه يوم الخميس، ان يكون في جماهير لكل الفرق وليس فريق واحد، ولكن بما ان الاهلي هو الشعبيه الاكبر الموجوده في الاربع فرق، فبالتالي ان شاء الله ننتظر جمهورهم بعد يكون موجود. النادي الاهلي كان له طلب ان البطوله تتاجل 24 ساعه، المباراتين بتوعه يتاجلوا 24 ساعه، هل كان لكم راي في هذا الامر؟ صحيح، النادي الاهلي طلب من الاتحاد المصري، وحسب ما وصلنا ويمكن الكل تابع البيان الرسمي اللي نزل في حساب النادي الرسمي، ولكن اعتقد ان هذا شان داخلي يخص الاتحاد المصري، وهو المعني مع النادي الاهلي، واختيار المواعيد ياتي عن طريق الاتحادات الرسميه. انا سالتك السؤال ده عشان كان معايا الكابتن عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه المسابقات، وقال لي ان المشكله ما كانتش موجوده عند اتحاد الكوره المصري، ولكن مجلس ابو ظبي او في ابو ظبي كان عندهم فعاليات اخرى، فكان في صعوبه في تاجيل المباراه 24 ساعه، عشان كده سالتك السؤال. والله مع كل التحيه والتقدير للكابتن، لكن احنا امانه وانا المعني والمسؤول ما وصلنا اي طلب بشكل رسمي من التاجيل، ولكن الكلام كان ان كان في حديث مع الاخوه في الاتحاد، وقلنا لهم انتم بعد ما تقررون قراركم بلغونا، ونحن ان شاء الله راح ندرس الوضع ونرد عليكم، لكن بالنهايه ما كان في اي
طلب رسمي وصلنا من أي ناحية. عظيم. المباراة النهائية هل هيكون في احتفالية خاصة؟ هل في يعني في تنظيم معين أو تنظيم بشكل خاص للمباراة النهائية؟ صحيح، في إن شاء الله راح تكون في مفاجآت كثيرة في المباراة النهائية. أهمها راح تكون فقرات الفنان المحبوب جدا حمائي، راح يكون موجود في المباراة النهائية. هايل. والأهم من ذلك إن شاء الله أن أهم شيء الفريقين يقدمون لنا مباراة تليق بنهائي الكرة المصرية، وما ننسى بعد مباراة المركز الثالث والرابع أيضا مهمة لتحديد المراكز إن شاء الله. أستاذ سهيل العريفي مدير الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي، مرة أخرى بالنيابة عني وعن زملائي وعن كل الجماهير المصرية بشكرك شكرا جزيلا على حسن استقبال دائما للفرق المصرية في بطولات مختلفة. عظيم. هو بس قال لي نقطة دلوقتي مهمة جدا مش عايز أعديها. كابتن عامر حسين كان معايا من كام يوم وقال لي إنه ما كانش فيه مشكلة قوي عند اتحاد الكورة إنه يتم تأجيل المباراة 24 ساعة. المشكلة إن الناحية التانية في أبو ظبي كان عندهم فعاليات أخرى فما كانش ينفع تتأجل المباراة بناء على طلب النادي الأهلي. دلوقتي الراجل بيقول لي إنه ما جالناش أي طلب وما كنا ممكن ندرسه. هي جت كده. ماشي.